أحبتي في المسيح، أرحب فيكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية وفقرات جديدة ومتنوعة وشيقة. اليوم حيكون من ضمن فقراتنا حنتكلم هل الغرب مسيحي؟ يا مرحبا بكم، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مجددا مع فقرة جديدة من فقراتكم من أسئلة المسلمين الشائعة، واليوم حنناقش سوا معرفة المسلم عن المسيحية. معظم إخوتنا المسلمين ما يعرفون وش هي المسيحية، ويكتفون باللي يسمعونه من مشايخهم والمطوعين أو من القرآن، وبعضهم يربطون المسيحية بالغرب والسكر والدعارة وغيرها. لكن هل فعلا المسيحية من عند الغرب؟ الغرب بني على تعاليم مسيحية في السابق، مثل حقوق الإنسان واحترام الحريات وغيرها. ولكن الغرب هذه الأيام مختلف. الغرب هذه الأيام يسود عليه الإلحاد واللامبالاة واللادين والانحطاط الأخلاقي. طبعا ليس الكل، وهذا كله ضد تعاليم المسيح، بل المسيحيين المحافظين ينتقدوا في الغرب على محافظتهم وعفتهم. المسيح نفسه هو مصدر العفة والطهارة، حتى أن أم المسيح القديسة مريم العذراء تم وصفها بالعذراء، رمز العفة والطهارة. الكتاب المقدس يحث على العفة، حيث يقول الوصية لا تزني، خروج 20-14. والمسيح أعطانا أكثر من هذه الوصية. المسيح يقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. متى 5:27. من الواضح على ضوء هذه الآية أن الغرب في وادي والمسيح في وادي آخر. أزيدك من الشعر بيت. تعاليم الكتاب المقدس هم بعد تحرم المثلية الجنسية. الآية تقول ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس، لاويين 18. وبولس الرسول رسول المسيح حرم المثلية الجنسية في رسالته لأهل كورنثوس الأولى الإصحاح 6 الآية 9. فكل من يزني أو من يمارس المثلية الجنسية هو بالتأكيد يخالف تعاليم المسيح، حتى ولو كان مسيحيا بالاسم. من جهة أخرى، بعض المسلمين يحسبون أن المسيحية تدعو للتبرج والانحلال، وهذا طبعا مفهوم خاطئ عند المسلم بسبب اللي يشوفه من الغرب ويربطونه بالمسيحية. ولكن الحقيقة اللي لزوما تعرفها هي أن المسيحية تدعو للحشمة والعفة، حسب تيموثاوس 2:9-10. ولكن بدون أن تفقد هويتك وشخصيتك. المسيحية تعطي التعاليم للمرأة بالتحشم، ولكن لا تفرض عليها لبس معين، بل تعطيها حريتها في اختيار الملبس المناسب لكي تكون أنثى سعيدة في حياتها، وفي نفس الوقت محبوبة ومحترمة ولها شخصيتها. المسيحية مش بس تدعو للحشمة الخارجية، لكن الأهم هو الحشمة الداخلية. الكتاب المقدس يقول لا تكن زينتكم الخارجية من ظفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ
الذي هو قدام الله الكثير الثمن. بطرس الأولى 3:3-5. وكلام بطرس هذا يتوافق مع تعاليم المسيح حسب متى 23:27-28. حلو أن نتحشم، ولكن أن نتحشم من الداخل أحلى بكثير وأهم. لأن إذا كان القلب طاهر أكيد أكيد حيكون الخارج هم بعد طاهر. علشان كده أنقياء القلب يعينون الله، متى 5:8. تعالوا نتشارك مع بعض وبنفس واحدة بهذه الصلاة ونقول: يا رب نتقدم إلى عرش النعمة على حساب دم ابنك يسوع المسيح الطاهر المسكوب على الصليب، ونسألك حسب مشيئتك أن تعطينا قلبا نقيا طاهرا، وتكون أنت يا رب مصدر طهارتنا علشان تتمجد ويتمجد اسمك في حياتنا بالمسيح يسوع الناصري. آمين. إلهنا وربنا رب الخلايق كلها، يسوع لابن المحبوب رجاء الشعوب للأمم المجتبى، يسوع إلهنا وربنا رب الخلايق كلها، يسوع لابن المحبوب رجاء الشعوب وللأمم المجتبى. ما في اسم ثاني تلقى بين الناس يحقق الأماني ويمنح الخلاص، ما في اسم ثاني تلقى بين الناس يحقق الأماني ويمنح الخلاص من الخطية وعارها. يسوع اسمك عجيب عجيب المشير، انت ابا ابدي اله قدير، يسوع اسمك عجيب عجيب المشير، انت ابا ابدي اله قدير، رئيس السلام رئيس السلام رئيس السلام رئيس السلام لكل الأرض وما بها. ما في اسم ثاني تلقى بين الناس يحقق الأماني يمنح الخلاص، لا ما في اسم ثاني تلقى بين الناس يحقق الأماني ويمنح الخلاص من الخطية وعارها. يسوع بيك تحقق المستحيل وصار الله معنا عمانوئيل، يا
يسوع بك تحقق المستحيل وصار الله معنا عمانوئيل. ما لك مثيل ما لك مثيل ما لك مثيل ما لك مثيل في جمالك والبهاء. ما في اسم ثاني تلقى بين الناس يحقق الأماني يمنح الخلاص. ما في اسم ثاني تلقى بين الناس يحقق الأماني يمنح الخلاص من الخطية وعارها. ابن العلي وشمس البر هو أغنى غني لجل نفتقر. يسوع ابن العلي وشمس البر هو أغنى غني ولجل نفتقر. محب البشر محب البشر محب البشر محب البشر أحب حتى المنتهى. ما في اسم ثاني تلقى بين الناس يحقق الأماني ويمنح الخلاص. لا 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 ما في اسم ثاني تلقى بين الناس يحقق الأماني ويمنح الخلاص من الخطية وعارها. يسوع إلهنا وربنا رب الخلايق كلها. يسوع لابن المحبوب رجاء الشعوب للأمم المشتهى. يسوع إلهنا وربنا رب الخلايق كلها. يسوع لابن المحبوب رجاء الشعوب للأمم المشتهى. ما في اسم ثاني تلقى بين الناس يحقق الأماني ويمنح الخلاص. لا ما في اسم ثاني تلقى بين الناس يحقق الأماني ويمنح الخلاص من الخطية وعارها. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. تعتبر الديانة المسيحية أكثر ديانة تعرضا للهجوم والتشويه، تشويه وكذب وطال كل شيء فيها
عقيدتها وكتبها ورموزها وتاريخها وحتى أخلاق أهلها. حرب إعلامية ونفسية وتحريضية ضد كل شيء مسيحي، وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. تشويه ما بدأ اليوم، لكن بدأ من أكثر من 1400 سنة. المسيحيين ضالين، المسيحيين مشركين، المسيحيين كفار يحاربون الإسلام والمسلمين، ما عندهم وازع ديني، والناس ما غير تسمع وتصدق، ومستحيل أحد يكلف نفسه ويتحقق من صحة هذا الكلام. وعشان كذا قررت أتكلم معاكم اليوم عن 10 حقائق مسيحية واضحة وضوح الشمس، حقائق معروفة وغير قابلة لا للتحريف ولا للتزوير، وسهل جدا تتأكد منها لو بذلت أقل مجهود ممكن للبحث. وهذا مش دفاع عن المسيحية طبعا، فالمسيحية مش في محل اتهام، لكن عشان أعطي كل إنسان يبحث عن الحق فرصة يكتشف فيها الحقيقة. الحقيقة الأولى هي أن المسيحيين يعبدون إله واحد فقط، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، إله أزلي موجود قبل تكوين العالم. يعني مش إلهين ولا 3، ولا في أحد أصلاً في المسيحية يقول إن الله 3 أو يعبد مريم. وياريت تسألون اللي قايل ذا الكلام من فين جايبه، عشان إحنا بعد نبي نفهم. أما الحقيقة الثانية فهي إن المسيحيين أبداً ما يدعون إن لله صاحبة أو زوجة، استغفر الله، وكلام إنه حب يكون عنده عيال فتزوج واتخذ المسيح ولد له، ونستظرف ونقول دام يحب العيال كان كثر، فهذا كلام كذب وعيب جدا في حق الله، وعار كبير جدا يستخدم هذا الأسلوب الرخيص في الهجوم على الناس. فالله مش عرضة لأحقاد البشر، والمسيحية أطهر من أن تفتري على الله الكذب. ولو بحثت العالم كله مستحيل تشوف مسيحي عاقل أو حتى مجنون ممكن يتجرع على الله ويقول مثل ذا الكلام الغريب. ثالث حقيقة مسيحية هي أن الله ما مات على الصليب، واللي مات على الصليب هو جسد أو ناسوت المسيح. فالله روح، والروح ما تموت أبداً، والكون عمره ما كان بدون إله، وهذا الشيء يعرفون المسيحيين أكثر من غيرهم. أما الحقيقة الرابعة فهي أن المسيح جاء للأرض ليفدي الناس ويخلصهم ويهب لهم حياة أبدية، جاي عشاني وعشانك، جاء للعالم عشان يموت على الصليب ويفدي البشرية. وهذه عقيدة وإيمان مسيحي راسخ في نعمة المسيح. فكلام لو كان المسيح هو الله فليش ما أنقذ نفسه يعتبر كلام مش في محله أبدا، وضد العقيدة المسيحية في المسيح اللي جاء للعالم أصلا ليفدي الناس ويخلصهم مش ليخلص نفسه. أما الحقيقة الخامسة فهي أن حقيقة صلب المسيح حقيقة ثابتة غير قابلة للشك أو التحوير، ثابتة تاريخيا وأدبيا وبشهادة الشهود، وعلى رأسهم السيدة مريم أم المسيح وكل تلاميذه، وشهد عليها الكثير من المؤرخين المسيحيين واليهود وحتى من غير أصحاب الديانات. ففكرة التشبيه فكرة لا يقبلها منطق ولا عقل ولا يوجد لها مبرر أصلا. والحقيقة السادسة هي إن الكتاب المقدس كتاب محفوظ بقوة الله من كل تحريف، ويكفي إن المسيح شهد له شخصيا حيث استشهد به أكثر من مرة وردد كما هو مكتوب أو مكتوب، غير أن الإسلام نفسه أثبت صحته وقال أنه هدى ونور وفيه حكم الله. وأتمنى من أي إنسان يملك النسخة الأصلية من الكتاب المقدس يسوي خير ويزودني فيها عشان نكتشف الفرق بينهم ونأكد على التحريف. أما الحقيقة السابعة أعزائي المشاهدين فهي أن المحبة روح المسيحية وذروتها المركزية وفرضها الوحيد، بها جاء كل الناموس والأنبياء. فالمحبة في المسيحية دين وعقيدة، محبة لكل الناس مهما كانوا ومهما كان منهم، محبة للقريب والبعيد،
للصديق وللعدو. يعني الزعل ممنوع والحقد مرفوع والكره مرفوض. ثامن حقيقة ثابتة هي أن أخلاق المسيح مستمدة من أخلاق السيد المسيح نفسه. يعني المسيحي ما يخون ولا يكذب ولا يسب ولا يغدر ولا يكره ولا يكيد ولا يمكر ولا يسكر ولا يستخف بالله. المسيحي بار بوالديه، قريب من أهله، محب لوطنه، لا مغرور ولا فاسد ولا شره ولا جشع ولا طماع ولا كسول. ضامن الجنة لكنه مستمر في محبة الناس وفعل الخير، فهذا دينه وإيمانه. الحقيقة التاسعة هي أن المرأة مساوية ومعادلة للرجل تماماً وفي كل شيء، وهذه حقيقة 100% وأبصم عليها بالعشرة. لا هو أعلى منها درجة ولا هي أقل منه درجة. والزواج رباط مقدس لا ينحل ولا ينفك ولا يؤثر فيه لا مرض ولا خلفة عيال. مش عقد زواج ولكن عهد حياة وزواج، عهد على الحب والوفاء والصبر والتضحية في الرخاء والشدة. زواج منزه من الخوف والأنانية والترقب والذل والإهانة. الله جمعهم وما يقدر إنسان يفرقهم. فعيشي سعيدة مطمئنة لأنك في حمى رب يحبك ويحافظ عليك وعلى بيتك. والحقيقة الأخيرة هي أن دم الإنسان مقدس جدا في المسيحية، فلا تدعي بأن المسيحية تنادي بسفك الدم عشان تبرر أفعالك وتقول ما في أحد أحسن من أحد وتجيب هتلر وقنبلة هيروشيما كمثال. ترى المسيح مش هتلر ولا روزفلت، ومش كل واحد اسمه مايك المسيحي. بالعكس، المسيح أمرنا ما نحمل سيف ولا نتعامل بالشر، وهذا واضح جدا. وكل ما تحتاج عشان تصدق إنك تفتح الكتاب المقدس وتقراه وتكتشف ذا الشيء بنفسك. وفي الختام أرجو من كل إنسان مهتم أو شاك أو حتى غير متأكد من أي معلومة ذكرتها اليوم إن يبحث عن الحقيقة ويحاول يتأكد منها ويكون أمين مع نفسه، وأكيد بيوصل والله بيدليه على الحقيقة، لأن الله مستحيل يضيعك وإنت تدور عليه. والحين نعمة المسيح معاكم، وشكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم الأسبوع القادم على خير وفي أمان الله. الرب راعيني فما أحتاج إلى شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه هادية يقودني، ينعش نفسي ويرشدني إلى طرق البر إكرام لاسمه. حتى إذا اجتست وادي ظلال الموت ما أخاف شر لأنك معي، عصاك وعكازك هم معي يشددون عزيمتي. تبسط قدامي مأدبة على مرأة من أعدائي، مسحت بالزيت راسي وأفضت كاسي، إنما خير ورحمة يتبعوني طوال حياتي، ويكون بيت الرب مسكن لي مدى الأيام.
أحبتي في المسيح، وصلنا إلى فقرة الاختبارات، واليوم وصلنا اختبار من أخ ألف من العراق. يقول: سلام ونعمة الرب معك. أنا وعائلتي من العراق من كردستان، ونحن من خلفية مسلمة، وقد قررنا أن نتبع الرب يسوع المسيح مهما كلفنا الأمر. نحن نعمل في نشر الملكوت الله في بلادنا. أمين. التي تركت بلا أمل مع إلههم، وهم لا يزالون يبحثون عن الحق. نحن هناك على حساب إرادة الرب لكي نجيب أي شخص يريد أن يقبل كلمة الرب. أمين. الرب يستخدمكم أكثر وأكثر. نحن نخبر الناس هناك أن يسوع صانع السلام، وهو الطريق إلى ملكوت الله. هو الباب، هو البداية والنهاية. من خلال المحبة نشارك، ومن خلال العمل نعكس نور المسيح، ونتكلم دوما عنه. صلوا من أجلنا. آمين. الرب يباركك يا أخ ألف من العراق، ويستخدمك أنت بصلاتنا، وكل من يعمل في حق الرب أكيد في صلاتنا. فإحنا ما نصلي لكل إنسان يخدم الرب، نصلي لأنفسنا، ونصلي لكل من يخدم الرب في جميع القنوات المسيحية، جميع خدام الرب، جميع المبشرين. أنتوا دائما في صلاتنا. الرب يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر، وتكون العراق للمسيح بالمسيح يسوع. آمين. أحبتي المشاهدين، والآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أصلي للرب أن تكونوا استفدتوا، وبروح القدس تكونوا امتلأتوا وتعلمتوا شيء جديد بالمسيح يسوع. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء.